سعيا للارتقاء بمستوى الأداء وصولا إلى مصاف المؤسسات العلمية والمرموقة، يحرص معهد الكويت للأبحاث العلمية على زيادة وتطوير مشاريعه وخططه وبرامجه وتحقيق إبداعات وابتكارات حقيقية تسهم في رفع نسبة مساهمة البحث العلمي في النهوض في المجالات التنموية. المعهد حقق إنجازات متميزة خلال الفترة الماضية، حيث تم إنشاء وتأسيس مراكز التميز البحثي، منها مركز أبحاث المياه الذي اعتمد مؤخرا من قبل اليونسكو كمركز تميز إقليمي في أبحاث المياه. مركز أبحاث المياه هو المركز الأول في الكويت لعمليات البحث عن لتطوير تقنيات تحلية المياه. تشوف المبنى هذا قريب من البحر، لأنه في راح يكون في خطوط ممتدة للبحر على أساس يسحبون منه يطورون عملية تحلية المياه في الكويت. هو يعتبر مركز شو اسمه إقليمي للمنطقة كلها، فطالع فيه مرسوم أميري كمركز إقليمي لأبحاث المياه، فهو الوحيد اللي بالكويت يعني تقريبا، أو منطقة الخليج في تعاون، أعتقد على مع شو اسمه في تعاون علمي ما بين الكويت وما بين دول الخليج، دول المجلس التعاون. ووفقا لمتطلبات الخطة الاستراتيجية الحالية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، يأتي إنشاء المبنى الجديد لمركز أبحاث المياه والذي تم البدء فيه قبل عامين، ومن المقرر الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري. كان من ضمن متطلبات الخطة الاستراتيجية الحالية أن يتم إنشاء مبنى لمركز أبحاث المياه، وبالفعل بدأ في إنشاء المبنى قبل تقريبا ما يعادل 3 سنين سابقا، ومن المتوقع أن ينتهي بناء المركز تقريبا على نهاية السنة هذه بالتأثيث وبالمختبرات وكلها. طبعا المبنى مكون من 3 طوابق، الطابق الأول والثاني يعتبر عبارة عن مكاتب ومختبرات ووحدات للتجارب، إضافة إلى يعني طبعا مكاتب المستشارين. المبنى الأول الدور الأرضي والأول، الدور الثاني أو الثالث تقريبا راح يكون هناك مسرح خاص بمركز أبحاث المياه وملحقات هذا المسرح، وأيضا قاعات للتدريب ومكاتب للمنظمات العالمية المختصة بالمياه، إضافة إلى مكاتب إدارية طبعا في جميع الأدوار. هناك سردابين في المبنى، السرداب الأول راح يكون لتحميل وتنزيل الأجهزة والمعدات وعينات المياه للطب تحليلها، والسرداب الثاني عبارة عن مواقف للسيارات. مثل ما ذكرت أن المبنى يعني يتمتع بمواصفات سلامة ومواصفات يعني عالمية. وجاء تأسيس مركز أبحاث المياه استنادا إلى المهمة التي أوكلت إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتصدي للتحديات الطبيعية المتعددة التي تواجه دولة الكويت، لا سيما ما يرتبط منها بشح المياه في المنطقة والحاجة الملحة إلى استكشاف طرق آمنة مجدية اقتصاديا لتحلية المياه ومعالجتها. يعد مركز أبحاث المياه رائدا في مجالات فهم وتطبيق تقنيات المياه والسياسات المرتبطة بها وإدارتها بشكل فعال، يضمن مواجهة التحديات المرتبطة بعمليات معالجة مياه التحلية في البيئات القاحلة. يتبنى مركز أبحاث المياه آلية متعددة التخصصات للتصدي للتحديات المذكورة، وذلك من خلال تكريس جهود الباحثين والموارد المتاحة لتعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية بكفاءة وفعالية. ويضم المركز مجموعة من الوحدات النمطية التي تركز على الابتكارات التقنية المرتبطة بتحلية المياه لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب في البلاد، وتخفيف قدر الإمكان من التداعيات البيئية السلبية المترتبة عليها. طبعا المركز الآن في الفترة هذه في عدة مشاريع، طبعا عندنا في 4 برامج حاليا شغالة، برنامج إدارة الموارد المائية بشكل عام، وبرنامج خاص بالمياه الجوفية وحمايتها وتطويرها. كما يركز المركز بشكل كبير على سد النقص في مخزون المياه العذبة، ويسعى إلى تقديم حلول ناجعة لمعالجة مياه الصرف المنزلية والصناعية
وإعادة استخدامها. وتساند استراتيجية المركز على الأبحاث الرامية للتشغيل الأمثل لشبكات توزيع المياه العذبة لكافة المستهلكين في الدولة دون المساس بمستوى المعيشة للمجتمع الكويتي. هناك أيضا دراسة لدراسة استهلاك المنازل للمياه ومحاولة المحافظة عليها في دولة الكويت. وأيضا هناك تجارب عديدة لتحلية المياه البحر وتطوير التقنيات المستخدمة حاليا لمياه البحر وبحيث تخفيض استهلاكها وزيادة الإنتاج. هناك أيضا طبعا عديد من التقنيات لمعالجة مياه الصرف الصحي قاعد نحاول نطورها للتقنيات المستخدمة حاليا في الكويت. هناك مشروع دائم تقريبا، احنا عندنا مصنع إنتاج مياه كاظمة، مشروع طبعا استخدم به يعني جميع أجهزة التناضح العكسي وبالتالي استخدامها لإنتاج مياه من آبار شاطئية، مياه شرب عذبة تقريبا متعادلة في مكوناتها، وبالتالي هذه المياه يعني حاليا تستهلك من قبل موظفين المعهد، وبالتالي يعني احنا يعني في تخطيط لتكبير المصنع وانتاج المياه بشكل اكبر وبالتالي بشكل تجاري. معهد الكويت للابحاث العلمية حظي طوال الاعوام الماضية بدور ريادي في مجال الادارة المستدامة لموارد المياه على المستويين الوطني والإقليمي، وذلك عبر إسناد مهمة مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال الموارد المائية إلى برامج متعددة التخصصات. ويعكس نجاح هذه البرامج في مواجهة التحديات المرتبطة بشح المياه مدى تفاني هذه النخبة من الباحثين والعلماء، كما يؤكد مدى الالتزام والخبرات المتميزة التي يتمتعون بها في هذا المجال. مركز أبحاث المياه من المراكز الحديثة في المعهد، ما تقريبا حوالي 30 سنة صار له من أوائل الثمانينات. احنا نجحنا تقريبا في 6 محاور خلال هذه الفترة. نجحنا في تخفيض مناسيب المياه الجوفية في المناطق السكنية، وبالتالي استخدام هذه المياه في طبعا ري المزروعات، في استخدام في البيوت، حولناها من مشكلة إلى منحة للمواطنين، ونقلنا الخبرة هذه إلى وزارة كهرباء الماء. كل المشاريع اللي بعد هذه يعني استلمتها وزارة كهرباء الماء وهي التي تقوم بهذه المشاريع. أيضا نجحنا في إثبات أن التناضح العكسي بديل ناجح في لتحلية مياه البحر، تم تطبيقه في الكويت وكثير من دول مجلس التعاون. نجحنا في تصميم أكبر محطة معالجة للصرف الصحي في العالم، نتكلم كمعالجة رباعية متقدمة باستخدام الأغشية. طبعا هذه أحد الإنجازات المهمة اللي قمنا فيها، وبالتالي يعني ذهب إلى حيز تطبيق من 2004 إلى الآن. طبعا محطة صليبية معروفة يعني إقليميا وعالميا. نجحنا أيضا في إثبات ملائمة تقنية الشحن الاصطناعي للمياه الجوفية في دولة الكويت، وبدأنا في تطبيقها مثل ما ذكرت في أحد المشاريع الحالية. نجحنا أيضا في تحويل نتائج أبحاثنا في التناضح العكسي إلى مشروع إنتاج مياه شرب معبأة من آبار شاطئية، ساهمت في تمويل أبحاثنا. المدخول من هذا المصنع الصغير ساهم إلى حد ما في تمويل بعض الأبحاث اللي قاعد نقوم فيها. أخيرا نجحنا في نحصل على اعتراف اليونسكو التابع للأمم المتحدة بمركز أبحاث المياه كمركز متميز إقليميا وعالميا. فهذه أغلب الإنجازات التي حققناها خلال 30 سنة السابقة. بالنسبة للمشاريع الاستراتيجية القادمة، طبعا من ضمن خطتنا الاستراتيجية الثامنة اللي راح تبدأ في إبريل إن شاء الله، هناك مشروع للتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لاستكشاف المياه الجوفية العذبة في منطقة الخليج والجزيرة العربية. هذا راح يبدأ قريبا إن شاء الله بعد توقيع العقد مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية وبعض دول مجلس التعاون. هناك أيضا مشروع يعني راح نبدأ فيه قريبا إن شاء الله، هو تحديد مواقع المياه الجوفية العذبة في المنطقة البحرية في الكويت تحت البحر. يعني هناك طبعا المياه العذبة في الكويت نادرة، فإحنا نبحث عن أي مصدر بديل أو يعني مصدر زائد للمياه الجوفية العذبة. فهذا طبعا المصدر راح يكون تحت مياه البحر، وهذا كان يستخدم يعني قديما من قبل الغواصين، فإحنا راح نستكشف كميات هذه المياه إذا كانت كميات واعدة وممكن يعني استخراج اقتصاديا، فراح نقوم بهذا العمل إن شاء الله. أيضا هناك عندنا مشروع التنبؤ بالتغير المناخي على تجمعات المياه الجوفية القابلة للاستخدام في شمال الكويت، هذا أيضا مشروع مهم جدا في شمال الكويت.
هناك أيضا التقييم الكمي والنوعي للسوائل الموجودة في شبكة تصريف مياه الأمطار ودراسة إمكانية تجميعها، لأن مياه الأمطار عادة تأتينا بكميات كبيرة، وكثير من الناس تساءلون يعني ليش ما نشتغل هالمياه الأمطار هذه في تكوين كمصدر جديد للمياه، خاصة المياه عذبة يعني. فإحنا ندرس الآن حاليا السوائل الموجودة في هذه الشبكة، وبالتالي محاولة تجميع هذه المياه ومعالجتها كمصدر إضافي للمياه العذبة في الكويت. مركز أبحاث المياه يعد شريكا موثوقا وعالي المصداقية بالنسبة للوزارات والمؤسسات المعنية بقطاع المياه على المستويين المحلي والإقليمي. من أهم المشاريع عندنا تطوير استراتيجية الأمن المائي لدولة الكويت، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء لتطوير هذه الاستراتيجية المهمة جدا لتشمل جميع الموارد المائية في الكويت، وكيف كيفية تحقيق الأمن المائي، اللي من ضمنها طبعا تحقيق الأمن المائي عن طريق استخدام تقنية الشحن الاصطناعي لتكوين مخزون استراتيجي للمياه. أيضا من المشاريع المهمة أيضا استخلاص المعادن الثمينة من المياه العادمة من محطات التحلية، أيضا تحويل هذه المياه العادمة أيضا من مشكلة إلى منحة تكون يعني نستخدمها كمياه، طبعا راح تفيد الاقتصاد الوطني كونها معادن ثمينة لها سوق عالمي يعني، واستخلاصها هذا راح يكون أحد التقنيات اللي راح نستخدمها في استخلاص هذه المياه. آخر مشروع هو تقييم معالجة وتقييم مشروع إقليمي بالتعاون مع اليونسكو، راح يكون كوننا يعني كمركز تميز بشهادة اليونسكو، راح يكون هذا المشروع عبارة عن تقييم معالجة مياه الصرف الصحي في الوطن العربي كله، راح يكون في المركز بالتعاون مع المراكز الأخرى في الوطن العربي وبالتعاون مع اليونسكو. والآن قدمنا المقترح لليونسكو وهم تحت الدراسة، وإن شاء الله راح ينفذ خلال الخطة الاستراتيجية القادمة. ومن المياه إلى البترول، ونظرا لأهمية القطاع النفطي في الكويت، وجهت عدة موارد بالإضافة إلى الموارد البشرية والخبرات لتنميته. فمنذ إنشاء معهد الكويت للأبحاث العلمية في العام 1967 كان دائما يحرص على إدراج أبحاث البترول ضمن أهم اختصاصاته. وبناء على ذلك قام المعهد بإنشاء مركز متخصص في تقديم الخدمات الفنية المساندة ذات المستوى العالمي، هذا بالإضافة إلى الفهم العميق ذي الصلة بالاهتمام البالغ الذي أولاه لموارد البترول المحلية في الكويت وحالة الصناعة المحلية والوضع الاقتصادي. يوفر مركز أبحاث البترول الخدمات الفنية والاستشارية والتكنولوجية والتدريب التقني للمؤسسات المحلية الخاصة في الصناعات البترولية. دورنا الأساسي كان في تقديم البحث، تقديم الأبحاث والدراسات والاستشارات والخدمات الفنية للقطاع اللي نخدمه اللي هو القطاع النفطي. فبدأنا نحس بأن منظومة العلوم والتكنولوجيا لابد أنها تكون منظومة متكاملة، ولا أنها تكون جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة. ومن هذا المنطلق بدأ الاهتمام بأن كيف نقدر نعزز علاقتنا مع القطاع النفطي، وبالتالي نكون شراكات معينة حتى نستطيع خدمتهم بطريقة أفضل. ومن هالمنطلق بدأنا فكر المعهد بهدف استراتيجي، بحيث أنه ينتقل إدارة البترول تحت مسمى جديد اللي هو كان سابقا اسمه مركز أبحاث ودراسات البترول إلى مدينة الأحمدي، حتى يكون في تواصل أفضل في خدمة القطاع. انطلاقا من اهتمام الدولة بعملية البحث والتطوير في مجال البترول، تم الانتقال إلى المرحلة الثانية في بناء مبنى أبحاث البترول بعد الانتهاء من المرحلة الأولى. بدأنا نحط الخطط لإنشاء المبنى، وباحتياجاتنا اللي هي راح تغطينا المستقبلية اللي كانت تغطي تقريبا 15 سنة، بدأنا نحدد هذه الاحتياجات، وطبعا بالتنسيق والتعاون مع القطاع النفطي. فأنشأنا هذا المبنى اللي هو نسميه المرحلة الأولى من مركز أبحاث البترول، ويحتوي طبعا المركز على تقريبا مجموعة كبيرة من المختبرات العلمية الفنية اللي تحتوي على مجموعة من الأجهزة اللي تخدم عدة مجالات فيما يخص الصناعة النفطية. ومع تطور الوضع والتحديات اللي تواجه القطاع النفطي،
وبالتالي وضع الخطط المشتركة ما بيننا وبينهم، شفنا أن هناك طبعا حاجة كبيرة إلى أن نتوسع، فهذا دلالة على أن الدولة وبقطاعاتها المختلفة بدأت تدرك بأهمية البحث والتطوير في خدمة وتنمية الاقتصاد وخدمة المجتمع عامة، ومن أهمها هذا القطاع. فبدأنا بالتفكير في إنشاء المرحلة الثانية لمركز أبحاث البترول، والمرحلة الثانية طبعا تقريبا بلشنا فيه في 2011، وإحنا الآن تقريبا في المراحل النهائية بإذن الله، قريبا راح نقوم بافتتاح لهذا المبنى، وهذا المبنى طبعا يعتبر صرح كبير، أعتقد راح يكون بدوره بطريقة أفضل مع الجهات الكي كومبانيز، ويحتوي طبعا على عدة مختبرات، تقريبا نقدر نقول حوالي 20 مختبر، ومنها مختبرات تخصصية ومنها مختبرات اللي تقوم بتحاليل وتحديد الخصائص المختلفة والتحاليل المختلفة للنفط الخام والمنتجات النفطية وكل ما يدخل ضمن نطاق عملنا في هذا المجال. ويعطي مركز أبحاث البترول الأولوية لإيجاد وسائل لتحسين عملية إنتاج النفط وتحديث تكنولوجيا إنتاج النفط الثقيل وتعزيز مرونة أنشطة تكرير البترول وتقييم أبحاث التآكل وتكامل البنية التحتية ودعم نمو صناعة البتروكيماويات. عندنا اللي هي الوحدات النمطية، هذه الوحدات النمطية تخدم قطاع التكرير وتخدم قطاع البتروكيماويات، ومن خلالها نحاول أن نقوم بدراسات أبعد ما يكون إلى الدراسات المختبرية، ولكن قريبة إلى الدراسات اللي هي تعطي نتائج توصلنا إلى مراحل متقدمة، بحيث أن نستطيع أن نقوم في تسويق منتجاتنا من خلال الدراسات والأبحاث. وتمشيا مع دور مركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية في خطة التنمية للدولة، يأتي مشروع الكويت مدينة الطاقة، والذي تم تكليف المعهد بالعمل عليه، حيث يعد من إحدى مبادرات خطة الدولة للتنمية. المشروع يتضمن إنشاء مدينة للأنشطة الاقتصادية والتكنولوجية ذات الصلة، بهدف استقطاب المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة. مشروع الكويت مدينة الطاقة، أو بالأحرى هي غيرنا الاسم سوانا بوابة الطاقة، هذه كانت واحدة من المبادرات التي قدمت أثناء الخطة الدولة للتنمية اللي بدأت في 2009 وانتهت في 2014، اللي حددت الدولة في ذاك الوقت يعني من أهدافها البحث والتطوير، وبالتالي كانت لأول مرة الدولة تضع من ضمن خطتها هذه الجزئية. فقدم المعهد تقريبا 42 مبادرة، من ضمنها 3 مبادرات لمركز أبحاث البترول، واحدة منها اللي هي الكويت بوابة الطاقة. الفكرة من الكويت بوابة الطاقة بأن ننشئ مكان اللي من خلاله نقدر نجيب الشركات العالمية والشركات الخدماتية اللي لها علاقة في مجال وخدمة النفط أو الصناعة النفطية، ويكون لهم مقر موجود في الكويت، بحيث أن يستطيعون أن يقومون في بعض الدراسات بالتعاون معنا إحنا كمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وتسهيل بعض الأمور الفنية والتشغيلية في خدمة الصناعة النفطية، وبالتالي خلق فرص عمل للكوادر الوطنية، وكذلك يساعد على أن يعني نجدد أو مسار الاعتماد على فقط النفط. طموح ليس له حد، وإنجازات متواصلة، ومسيرة حافلة بالعطاء، تلك هي مسيرة معهد الكويت للأبحاث العلمية. فالبحث العلمي لم يقتصر على المياه والبترول، بل شمل أيضا مجال الطاقة. فمن الإنجازات أيضا التي تحسب لصالح المعهد
مركز أبحاث الطاقة والبناء الذي يسهم في تطوير مصادر الطاقة المتجددة في البلاد، حيث تم إنشاء مشروع الشيغايا للطاقة المتجددة الذي من شأنه أن يوفر للكويت في السنوات القليلة المقبلة ما يعادل 15% من احتياجاتها من مصادر الطاقة المتجددة عند اكتمال مراحله، تحقيقا للرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. بالنسبة لمشروع الشيغايا، حضرة صاحب السمو يعني أبدأ رغبته في أن نستخدم هذه الطاقات يعني المتوفرة بكم كبير في البلد بأسلوب يعود علينا يعني بالفائدة. فبدعم من حضرة صاحب السمو ومن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في 2009 وضعنا استراتيجية لاستخدامات الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية في دولة الكويت على مدى 30 سنة، وبناء على هذه وضعنا خطة لمبادرة الشيغايا وقسمناها إلى عدة مشاريع. حاليا هي مقسومة إلى 6 مشاريع، جزء منها للبنية التحتية، جزء منها للشبكة الكهرباء، جزء منها لمحطة التغذية لبقية الشبكة، وجزء منها يتعلق بالطاقة الشمسية الضوئية والطاقة الهوائية والطاقة الشمسية الحرارية. الخمس العقود الأولى هذه تقريبا احنا خالصين منها والتنفيذ اوريدي الحمد لله بدأ. الطاقة الشمسية الحرارية تم إعادة طرحها، وإن شاء الله خلال الشهر القادم يتم يعني مراجعة العروض وترسية المناقصة. فأعتقد يعني احنا ماشيين بالطريق الصح، وإن شاء الله أول مشروع يتم إنتاج الكهرباء فيه راح يكون في 2017 في محطة الشيغايا، وتتوالى بعدها الإنجازات للمراحل الأخرى. يحتوي الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد على 4 مراكز بحثية و3 قطاعات تعمل بشكل دائم ومتواصل مع كل قطاعات الدولة في خدمة الوطن. ويسخر المعهد بالطاقات البشرية بمختلف التخصصات العلمية والإدارية، وتتواصل جهوده لإنشاء مركز لدعم القرار في مجال الطاقة والبيئة، وتأسيس مركز وطني للهندسة الوراثية، وإنشاء وحدة أبحاث وطنية لإدارة موارد البحار والمحيطات، ومركز لإدارة النفايات، فضلا عن إنشاء مختبر إقليمي للملوثات العضوية. وتبقى رؤية معهد الكويت للأبحاث العلمية أن يتم وبحلول عام 2030 الاعتراف بالمعهد دوليا كأهم بوابة للمعلومات والتكنولوجيا في المنطقة والأكثر احتراما وتميزا كقوة دافعة لتحقيق الازدهار الاقتصادي الدائم ولتحسين نوعية الحياة.